ضمن جهوده في توفير فرص عمل مستدامة للشبان، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يسلم أدوات المهنة للمستفيدات من مشروع دعم تمكين الشباب لتحسين سبل العيش بمدينة المكلا. ما هذا البرنامج إلا هو دليل لمواقف المملكة تجاه الشعب اليمني، ولا يخفى على الجميع إنسانية المملكة ووقوفها إلى جانب اليمن. ونحن اليوم نختف هذا البرنامج الذي سوف يخلق فرص عمل جديدة لهذه الأسر، وسوف كذلك يضمد من جراح النازحين ويعالي مشكلاتهم الإنسانية. المهنة في اليد وقاية من الفقر، خير من أن توزع لها السلة، أن تعطى مهنة بيدها تكسب فيها خبرات، تكسب فيها عمل، اللي تجلب فيها عمل وتجلب فيها رزق بيدها، يعيلها، يعيل البنت ويعيل أسرها. 65 امرأة استفدنا من هذا الدعم، دعم يوفر لهن احتياجاتهن الأساسية في مجالات الخياطة والمعجنات والتجميل. قبل ذلك خضعت المستفيدات لبرامج تدريبية مكثفة، اكتسبن من خلال تطبيقاتها العملية والنظرية مهن حرفية سوف تمكنهن من الاعتماد على ذواتهن وتحسين مستوى المعيشة لهن ولأسرهن. نحن صراحة الآن قادرين إن شاء الله نبدأ بمشروعنا، لأن احنا ما شاء الله في فترة البرنامج عرفنا كيف ندرس السوق حتى في وضع الأسعار والصناعة وكيف حساب التكلفة والربح، وبرضه في نحن كيف ننتج أشياء جديدة مش موجودة برضه في السوق. نحن دخلنا الدورة هذه ما نفهم شي طول، والحمد لله الأستاذة علمت نحن الحلويات مثل البيتزا وال الجوزية والكيك، والحمد لله دحين ما شاء الله علينا، إن شاء الله نحن نفك مشروع نحن إن شاء الله. سبل العيش برنامج يموله مركز الملك سلمان في مختلف محافظات البلاد، ويسعى من خلاله إلى تمكين الشبان من الجنسين اقتصاديا واجتماعيا، بهدف التغلب على الصعوبات التي يواجهونها نتيجة الأوضاع التي تعيشها البلاد. عيدروس الخليفي لقناة الغد المشرق.